متعارف عليه أن التمر هو أول ما نبدأ فيه عند الفطور، لكن عمركم فكرتوا ليش وشو هي فوائده؟ خلوني أخبركم شوي عن التمر. التمر يحوي ما يقارب من 60 إلى 65 سعرة حرارية، وفوائده تتعدد لأنه يعتبر منجم للعناصر المعدنية والفيتامينات، وهو من الأطعمة الغنية بالألياف المنشطة للمناعة، وكذلك يساعد على تعزيز عمل الجهاز العصبي لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. والحين خبروني، كلتوا تمر اليوم ولا بعدكم؟ أتمنى لكم الصحة والسلامة، تقبل الله طاعتكم.